جولة الصحف العربية نستهلها من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي كتبت أن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي نالت ثقة البرلمان لم تثلج قلوب الليبيين فحسب وإنما لاقت ترحيب العديد من دول العالم. الصحيفة اعتبرت أن ليبيا تنطلق إلى الأمام في رحلة توحيد المؤسسات وتعزيز المصالحة الوطنية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أواخر دجنبر المقبل. وفي قطر تطرقت صحيفة الراية لمفاوضات السلام الأفغانية التي تحتضنها الدوحة حاليا وكتبت أن المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات القطري أكد أن بلاده تدفع نحو تسوية سياسية بأفغانستان بالتعاون مع المجتمع الدولي ومع الدول المجاورة لأفغانستان إضافة إلى روسيا وأمريكا والصين وإسلام أباد وكابول. وفي الأردن توقفت الرأي عند تحذير الأمم المتحدة في تقرير من أن العالم سيفوت فرصة لا تسنح سوى مرة خلال جيل لبناء مستقبل مستدام بيئيا. ونقلت عن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة قولها إن النفقات الخضراء على صعيد العالم لا ترقى في المرحلة الراهنة إلى مستوى خطورة الأزمات العالمية الثلاث وهي التغير المناخي وانحصار الطبيعة والتلوث. وفي مصر توقفت الشروق عند توقع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن يتعرض نصف الأطفال في اليمن دون سن الخامسة لسوء التغذية الحاد هذا العام. وتابعت الصحيفة نقلا عن بيان للمدير التنفيذي للبرنامج الأممي أن ما يقرب من 400,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ومن المرجح أن يفقدوا حياتهم إذا لم يتلقوا العلاج في أسرع وقت ممكن.